لي ودي علوقه علوقه جيت كنجري قالوا لي راه داك الدري راه ضرب اختو وضرب امو وجيت كنجري ما بقيتش عقلت على راسي مشيت للسبيطار طليت لقيت ديك الروينه دابا جيت نشوف هاد السيد هذا كيفاش نشوف خالتي هذه بنت خالتي هذه انا بنت خالتي هذه العائله اخت المراه عندي قالوا لي ماتت المراه والدري والاخرين في السبيطار خويين ماشيين في السبيطار في الخطر مو ودريه صغيره ملي ناعسين في السبيطار ربما ما توقعتوش يطرى هذا الشيء ما فلوسناش حنا ما درناش فلوسنا كاع هذا الشيء تكون هاد الناس هادو ما يستاهلوا هذه القضيه هذه السيد اللي وقع في هذه الجريمه يعني ماشي اضطرابات نفسيه ما انا عادي به من نقول لك من التسعينات ما عمرني شتت تنقول لك شي شهرين شي عام عادي يعاود ثاني باش شتو ما عمرني شتو حتى قال لي اللي دار اللي دار الشيء اللي يعطى الله صدمه فايته صدمه كبيره كاع فايته حيت ما نويناها عاش وما كتضرش كاع في البال الناس هادو ما يستاهلوش داك الشيء الناس هادو ما يستاهلوش داك الشيء لا هما لا ولادهم كل شيء غير عندهم مع الاولاد التربيه زينه والاستاذ ورباهم ضحية ما عندها شي مدرسة على الفوق ديال الدراري الصغار ضحية أسرة التعليم اللي عندها الله عمر هذا كاملين هذا هذاك خرج لا إله إلا الله وصافي هذا هو ما يقولوا السلام عليكم مشاهدينا الكرام كما سمعتوا هذا السيد هذا اللي هو من العائلة ديال الضحايا ديال فاجعة أكادير اللي راحت الضحية ديالها الأخت وكذلك حتى الأم حتى هي راه الله يرحمها مسكينة والابن والابنة اللي مازال في حالة خطر في المستشفى كنتمناو لها الشفاء العاجل فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ما فهمتش انا مغاربة شنو طرا لهم واش تسطاو ولا حماقو او سخط عليهم الله ولا عجبهم السجن ما بقينا فاهمين حتى شي حاجة الانسان الا طلع له الدم وما عجبوش الحال يمشي يشوف شي حل لراسو يمشي ينتحر يتلاح من السطح يتلاح في البحر يدير شي حاجه في راسو هو ما فهمتش انا علاش كيقتل الناس اللي دايرين به فكنطالبوا بالاعدام اعدام الاعدام اللي خصو يطبق راه هادشي هذا بصراحه راه قهرنا ومرضنا ما بقينا عارفين حتى شي حاجه هاد الجرائم اللي كثرات خصوصا في هاد الشهر هذا واختو راها يعني من اسره التعليم حتى الاب ديالهم كما سمعتو كان يعني هو استاذ واختو هي مديره ديال مدرسه خاصه والزوج ديالها على حساب المعلومات بانه يعني نصراني ماشي مغرب ماشي مسلم وعندها معاه جوج وليدات كيقولوا بانهم توام ابن وابنه فالله يرحمها ويسعي ليها وهاد الاخ هذا الله ياخذ فيه الحق كان طالبه باقصى العقوبات في حقه واخا ما تيقول بانه كيعاني من اضطرابات نفسيه ولكن هذا ماشي مبرر باش انه ينوض يقتل اختو والام ديالو الله يدير شي تاويل الخير والسلام عليكم.